الثانية ونصف بتوقيت بيروت، نحييكم من الـ LBCI ونقدم نشرة للأخبار مستهلة بأبرز العناوين. داعش يخلط الأوراق في العراق، سوريا تؤكد مساندتها العراق، قطر تعد المشنوق بالمساعدة في قرار نقل المونديال عبر تلفزيون لبنان. يواصل تنظيم داعش تقدمه في العراق مع دخوله مدينة بيجي حيث أكبر مصفات نفطية. وفيما يسيطر الهدوء على الموصل، تشير الأرقام إلى أن أكثر من 500,000 هجروا من المدينة. والزعيم الشيعي مقتدى الصدر يقترح تشكيل سرايا أمنية تدافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية ممن وصفهم بالقوى الظلامية. حالة الذهول والاستغراب التي سادت العراق بعد سقوط محافظة نينوى، ثاني أكبر محافظات العراق، في أيدي مقاتلين جهاديين إثر الانهيار المفاجئ والسريع للقوات الحكومية، لا تزال سيدة الموقف، حيث دعا وزير الخارجية العراقية كل الزعماء العراقيين إلى توحد لمواجهة تهديد خطير للبلاد. فبعد الموصل ونينوى وقضاء الحويجة وخمسين واحا في محافظة كركوك العراقية وناحيتين في محافظة صلاح الدين، سجل تقدم للمسلحين صوب مدينة بيجي حيث توجد أكبر مصفات نفطية. وفيما يتولى نحو 250 حارسا حماية المصفات، قالت مصادر أمنية إن المتشددين أرسلوا وفدا من شيوخ قبيلة محلية لإقناع الحراس بالانسحاب. وفيما يسود الهدوء مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى بعد يوم من سقوطها في أيدي مقاتلي داعش الذين يدعون عبر مكبرات الصوت الموظفين الحكوميين للعودة إلى دوائرهم، سجل نزوح أكثر من 500,000 مدني فروا من المعارك في الموصل ومنطقتها بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وقالت المنظمة إن هناك عددا كبيرا من الضحايا بين المدنيين، مشيرة إلى أن مركز العلاج الرئيسي في المدينة المؤلف من 4 مستشفيات لا يمكن الوصول إليه نظرا لوقوعه في مناطق المعارك، وإنه جرى تحويل مساجد إلى مراكز طبية لمعالجة الجرحى. وتابعت المنظمة أن استخدام السيارات ممنوع في المدينة، والسكان يفرون سيرا على الأقدام، ومياه الشرب مقطوعة عن محيط الموصل، بينما الاحتياطي الغذائي ضئيل. وتحدثت كذلك عن 3 محاور رئيسية لتحركات المدنيين داخل الموصل من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة وإلى مناطق أخرى في محافظة نينوى وباتجاه كردستان العراق، حيث لا يسمح للناس بدخولها ما لم يكن لديها أقرباء أو كفيل. وفي ردود الفعل على التطورات العراقية، اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الإرهاب الذي يواجهه كل من العراق وسوريا هو نفسه، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل جديا على تجفيف منابعه. وقد أعربت الخارجية السورية في بيان عن مساندتها للحكومة والجيش والشعب في العراق في تصديهم للإرهاب. في الشأن السوري، استكملت عملية الإفراج عن المعتقلين المشمولين بمرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، فقد أطلق اليوم 274 معتقلا من سجن دمشق المركزي كدفعة أولى بحسب ما ذكرت وكالة سانا السورية. أعلن ديفيد كرين كبير الادعاء السابق في المحكمة الخاصة في سيراليون والذي يرأس الآن مشروع المحاسبة في سوريا، أعلن أن الرئيس السوري بشار الأسد يتصدر قائمة تضم 20 لائحة اتهام لمسؤولين حكوميين ومقاتلين من المعارضة أعدها خبراء لمحاكمتهم في يوم من الأيام عن جرائم حرب. كرين أشار إلى أن القائمة سلمت إلى المحكمة الجنائية الدولية واستندت في كل واقعة إلى انتهاك محدد لاتفاقية روما التي يمكن بموجبها توجيه الاتهام إلى مشتبه به، كما أكد أن وجود فيتو روسي وصيني في مجلس الأمن يجب ألا يحول دون مواصلة التحرك والبحث عن العدالة للشعب السوري. ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي رسميا قرار إدراج بنك سوريا الدولي الإسلامي على لائحة الهيئات المستهدفة بعقوبات أوروبية، وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن قيام البنك بتعاملات مالية لأشخاص يملكون أيضا حسابات في مصرفين آخرين خاضعين لعقوبات أوروبية أيضا لا يعتبر كافيا لتبرير إدراجه على لائحة العقوبات. وكان الاتحاد الأوروبي استبق هذا القرار في نهاية أيار عبر شطب البنك عن لائحة
العقوبات. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل بوصعب يؤكد أن الاتفاق نهائي ويربط التصحيح بإقرار السلسلة. ونتابع مع الشأن المحلي وتحديدا الملف الرئاسي الذي حضر في الرابي في لقاءات العماد ميشيل عون مع كل من المرشح الرئاسي أنري حلو ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي، الذي أكد أن لديه والعماد عون نظرة واحدة إلى الأمور، معلنا أنه أبلغ عون خلال اللقاء دعمه. كما أكد فرنجي أنه لن يكون هناك إلا رئيس قوي للجمهورية. ما في شيء اسمه موقع مسيحي أول، في ممثل للمسيحيين. إذا بدهم يكونوا فعلا مع الموقع المسيحي الأول فليأتوا باللي بيمثلوا فعليا هذا الموقع. يعني هن اللي بيهموا موقع المسيحي الأول ما بيعبي بمسيحي ضيف. ولو نزلنا وصوتنا اثنينتنا، امبارح كان الدكتور رارا عم بيقول بضل ما ممكن ما يطلع رئيس. أنا بقول له بضل نصوت ست شهور وسنة وكل يوم قاعدين بالجلسة. نحن عندنا 58 نائب، 14 أدار عندها 55 56 نائب أو 57 نائب، في كذا واحد وسطي حيضلوا يصوتوا زيت الشيء. ما فيك تعطل مؤسسة معينة دون ما يكون في ردة فعل بهذا الموضوع. أكيد إذا تعطل مجلس النواب بطريقة سياسية ستعطل الحكومة بطريقة سياسية، إنه لن يكون هناك رئيس إلا قوي وإلا يمثل الشريحة الذي هو بينتمي إلى. بكى منذكر بعضنا. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رأى أن الممارسة الحالية في عدم انتخاب رئيس للجمهورية تنتهك الدستور والميثاق الوطني، مشددا على أن هذا مرفوض ومعيب لكرامة المجلس النيابي والشعب والوطن. الراعي دعا خلال افتتاح أعمال السينودوس في بكركي إلى القيام بمبادرات شجاعة. نصلي لكي يمص الله ضمائر نواب الأمة لكي يلتزموا بما يوجب عليهم الدستور، وهو أن ينتخبوا فورا رئيسا للجمهورية بحكم المادتين 73 و74 من الدستور، وأن يتوقفوا عن أي عمل تشريعي عملا بالمادة 75، وأن يلتزموا بما يفرضه الميثاق الوطني وهو توزيع السلطات العليا بين الرئيس للجمهورية ماروني ورئيس لمجلس النواب شيعي ورئيس لمجلس الوزراء سني. فلا بد من مبادرات شجاعة من قبل المرشحين لرئاسة الجمهورية ومن فريقي 8 و14 أدار، وكذلك من قبل الهيئات النقابية وهيئة موظفي القطاع العام، إذ لا يحق لأحد أن يرمي البلاد والمؤسسات في الشلل التام. بعد اتفاق منتصف الليل بين وزارة التربية وهيئة التنسيق النقابية، انطلقت في الوزارة ورشة الإعداد للامتحانات الرسمية التي تبدأ يوم الجمعة المقبل. وإلى الوزارة ننتقل مباشرة مع الزميلة فتون رعد. إذن فتون، كيف هي الأجواء في الوزارة اليوم؟ نعم دلال، الوزارة فينا نقول أنه صارت جاهزة لإجراء الامتحانات الرسمية يلي حتكون نهار الجمعة صباحا. ومن شوي كان في جولة لوزير التربية الياس بوصعب على الغرف يلي بتم فيها وضع الأسئلة ويلي بينعزلوا فيها الأساتذة قبل بنهار من الامتحانات لحتى يوضعوا الأسئلة، يعني بينعزلوا بشكل تام عن الخارج. معنا مدير عام وزارة التربية رئيس اللجان الفحص أستاذ فادي يرق ليطلعنا أكثر على التحضيرات. استاذ فادي، يعني الوزارة صارت فينا نقول صارت جاهزة 100%؟ نحن عندنا جهوزية كاملة لإجراء الامتحانات. إذا الله راد بكرة قبل الظهر بيفوتوا الأساتذة بيوضعوا الأسئلة من بنك الأسئلة وبينسحبوا، وبالليل بينطبعوا المسابقات، والجمعة الصبح التلاميذ بيتوجهوا لمراكز الامتحانات بيكون المسابقات موجودة وكل التحضيرات عادية وطبيعية. حتى المراكز، يعني اكيد انتم دائما على تواصل مع المراكز، كلها جاهزه؟ المدارس، رؤساء المراكز كله جاهز؟
صار من الصبح بكير شغل مع كل المناطق التربوية بالمحافظات، 213 مركز جاهزين بكل المحافظات بما فيهم المراكز اللي بالمستشفيات. عندنا 3 مراكز بالمستشفيات للأولاد اللي عندهم سرطان أو للمرشحين اللي عندهم حاجات خاصة مثل غسيل كلي أو أي شيء. نحن عندنا جهوزية تامة، كل الفرق عم تشتغل من عشية الساعة 2 بالليل كان بلش العمل، وتقريبا أنا بقدر أقول أنه كل شيء على مواعيده سايرة. شكرا لك استاذ فادي يارا. اذا دلال، مثل ما سمعنا انه وزاره التربيه وكل المراكز بلبنان هن جاهزين لاجراء الامتحانات الرسميه صباح الجمعه. نعم دلال. شكرا لك الزميله فوتون رعد. وزير التربيه الياس بوصعب وكان قد اكد في اتصال مع برنامج نهاركم سعيد ان الكره اليوم باتت في ملعب الطبقه السياسيه، وان لا رجوع عن اتفاقه مع هيئة التنسيق النقابية، وأن الامتحانات ستجرى في الموعد المتفق عليه. هذا الاتفاق صلب ونهائي، والامتحانات نهار الجمعة الصبح. إنما تصحيح الامتحانات وإعطاء النتائج هذا الموضوع ما بينحل إلا بإقرار سلسلة. وأنا اللي عملته والضغوطات اللي استعملتها والتفاوض اللي صار مع هيئة التنسيق بالتمني وبالمحبة وأوقات بالزعل أنا وياهم توصلنا لهالنتيجة، أنا بقول لك عبر برنامجك هيدا ما رح يتكرر بموضوع نتائج الامتحانات. مشان هيك بدو السياسيين يعرفوا من هلأ لوقت بدو يتحملوا مسؤوليتهم، هن اللي بدو يلاقوا حل لهيدا الموضوع مش وزير التربية. رد المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة على كلام الرئيس نبيه بري نافيا التوصل لاتفاق بخصوص مبالغ السلسلة ليتم الانقلاب عليه من قبل كتلة المستقبل والسنيورة، وذكر بموقف الكتلة 14 من أذار بالوقوف إلى جانب أصحاب الدخل المحدود والتزامها العمل على إنصافهم، وإلى جانب إقرار سلسلة تكون متوازنة بين الإنفاق والواردات، معتبرا أن أرقام الواردات المقترحة في قسم منها افتراضية وليست فعلية وتؤدي إلى زيادة العجز، وأنه كان من الأفضل التنبه سابقا للخطوات التوظيفية والإنفاقية المتسرعة، كما أنه من الأفضل التنبه إلى عواقب الخطوات المالية والاقتصادية المقترحة. بيان مكتب الرئيس السنيور اعتبر أن كلام وطريقة تصرف بعض الأطراف يخفي نوايا وأهدافا سياسية مضمرة، ليس أقلها دفع لبنان إلى هوية عميقة لتدمير اقتصاده كي تسهل السيطرة على شعبه ومقدراته. بحث وزير الداخلية نهاد المشنوق في قطر في التطورات المحلية والإقليمية مع رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، الذي أكد الدعم الكامل للاستقرار في لبنان سياسيا وأمنيا ولإبعاده عن تطورات المنطقة خصوصا الأزمة السورية ومساعدته على تجاوز المرحلة الحالية، مشيرا إلى قيام قطر بدور فعال خصوصا بين الدول المانحة لدعم لبنان في مسألة المساعدة على تخطي أزمة النازحين السوريين. كذلك وعد رئيس الوزراء القطري اللبنانيين بالمساعدة في قرار نقل مباريات كأس العالم على شاشة تلفزيون لبنان نظرا لما يرغب به اللبنانيون ولمتابعتهم هذه المباريات. تم تمثيل جريمة اغتصاب وقتل الطفل السوري محمد نضال الخولي التي وقعت أخيرا في بلدة حلبة في عكار، وقد تم تغطية وجه المتهم الرئيس بالجريمة القاصر نور عين في أثناء تمثيله جريمته التي ارتكبها داخل فرن، وقد روى كيف أقدم على خنق ضحيته وطعنه لاحقا بعدة طعنات بواسطة سكين للتأكد من موته، ومن ثم وضعه في كرتونة وإلقائه في حاوية نفايات خلف محله على الطريق المؤدي إلى مهنية حلبة. نساء تروين معاناتهن مع العنف الجنسي خلال النزاع السوري، وبريطانيا تتحرك في قمة محاربة العنف الجنسي خلال النزاعات. مرة في الأسبوع تتوجه بانا إلى مركز الأجانب في كاريتاس لتتعلم أن تصبح أخصائية تجميل لعلها تهرب من واقعها المر. فبان النازحة السورية ذات 25 عاما كانت في بلدها ضحية عنف زوجها، ولكن بعدما هجرتها الحرب أصبحت ضحية عنفه من جهة ومحاولاته استغلالها جنسيا ليجني المال من جهة أخرى. أنا من وراء الحرب بعد ما تركت بيتي وجينا لهون، يعني جوزي صار يطلب مني شغلات مي منيحة. أول شيء تعرف على مرة مسموعياتها مي منيحة، عرفتنا على الرجال على أساس أنه نشتغل عنده مثل الناطور بمعمل. طلعنا لنشوف المعمل ورجعنا تاني يوم بتجي بتعطيني $200، قالت لي انه هدول هدية من صاحب المعمل
كرامة انك بس تطلعي لهنيك تسيري له شوي الوضع. انا رفضت وقلعت من البيت، عمل حاله ما معه خبر بالموضوع هو. بعد فترة صار يقول لي اللي بدها اياه هي امشي معه. العنف تعرضت له من كل الجهات، نفسي، ضرب. بانا وجدت في مركز كاريتاس المدعوم من قبل الـ UNHCR المساعدة التي تحتاجها، لكن حالتها ليست الوحيدة. Aujourd'hui, nous avons presque 1 100 000 réfugiés enregistrés auprès du HCR. Dans des situations de déplacement, on voit ressurgir et s'aggraver des situations de violence faites aux femmes en particulier. Violence domestique, exploitation, les mariages en dessous de l'âge de la majorité. هنا تقدم مورين للنازحات الدعم النفسي الذي تحتاجنه. تستمع إلى مشاكلهن بشكل فردي أحياناً، وأحياناً أخرى تجمعهن بسيدات أخريات ليتشاركن الوجع، ولكن داخل أبواب مغلقة تحمل مورين أصعب قصصهن. من بعد سن المراهقة يعني تعرضت لخطف، انحطت بمحل مع بنات تانيين، وكانت كل يوم عم تتعرض لاغتصاب من 10 أو أكثر من 10 شباب. ومن بعد ما خلصوا منها وعملوا البدونية لفترة طويلة أكثر من 4-5 أشهر كبوها ولقيتها أمها وجابتها لهون. بلبنان عم نسمع حالات يعني تحرش جنسي كتير كبيرة، مش بس للنساء حتى للأطفال. بخطوات سريعة تصل فداء إلى المركز. اغتصاب الأطفال هو ما جاء بها إلى هنا، فبعد وصولها إلى لبنان حاول أحد جيرانها التحرش بها فصدته، لتكتشف بعد 5 أشهر أنه اعتدى على ابنها مراراً. صار يضحك على ابني، ينزل ابني يلعب بالشارع يقول له بس روح معي مشوار شوي، بس لهون بس لهون، ويمارس معه الجنس. وابني طفل كان يهدد ابني. اخر مرة كشفته انه دخل ابني على الحمام لحقته دغري على الحمام، لقيت السائل انا، وحياة الله الله ما يسامحه، لقيت السائل على ابني. حملت السيدات اوجاعهن الى السفير البريطاني توم فلتشر الذي جلس بينهن واستمع إلى قصصهن في الوقت الذي تنظم بلاده قمة لإنهاء العنف الجنسي في النزاعات. Sexual violence, as I've heard, is as toxic, as devastating, as terrible a weapon as any other weapon of war. The stories you hear today are not just numbers, they're not just facts, they are real stories from real people. These women are telling me we're not victims, we're survivors. وفي الختام فلتشر وعد النازحات بأن يكون صوتهن حول العالم. بالنسبة لهؤلاء السيدات النازحات من سوريا، حان وقت التحرك لوضع حد للعنف الجنسي، لوضع حد للمعاناة ولنزاع مزق عائلتهن. من مركز كاريتاس لبنان للأجانب في صيدا، رنيم بخزام، LBCI. وتتابعونا في النشرة، لكن بعد الفاصل الغاز بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. أهلا بكم من جديد. يبحث برنامج طهران النووي اليوم في جنيف في اجتماع ثنائي بين مندوبين فرنسيين وإيرانيين، وذلك غدا إعلان كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عرقشي استمرار التباينات بعد محادثات استمرت يومين بين ممثلين لإيران والولايات المتحدة في جنيف حول البرنامج النووي، إلا أن عرقشي أوضح أن اللقاء كان مثمرا والحوار سيستمر. قضت محكمة مصرية بسجن الناشط البارز علاء عبد الفتاح 15 سنة بعد إدانته بتهم من بينها خرق قانون التظاهر، وذلك في تصعيد واضح لما تصفها جماعات لحقوق الإنسان بأنها حملة صارمة ضد المعارضين. وعبد الفتاح هو أحد أبرز وجوه الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أن روسيا عرضت على أوكرانيا تخفيضا قدره $100 لكل 1000 متر مكعب في سعر الغاز الذي تبيعه لكييف، غير أن أوكرانيا رفضت هذا العرض. ويتزامن هذا الإعلان مع استئناف المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا في بروكسل حول مواصلة إمدادات الغاز الروسية وتسوية دين كييف المرتبط بالغاز. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار. أطيب التمنيات وإلى اللقاء.